كلنا بنحب الحيوانات، وخصوصا لما بنشوفهم بتجيلك حالة انك نفسك تاخد الحيوان ده تربيه في البيت، وعمرنا ما تخيلنا ان ممكن الحيوانات دي تأذيك. في الفيديو دوت هنقولك على 10 حيوانات لطيفة بس ممكن تقتلك. رقم 1، أسد البحر. أسد البحر من شكله الخارجي تحس انه لطيف جدا، وما تتخيلش ابدا انه ممكن يأذي البشر. تفاصيل وشه البسيطة واللي تشبه الكلاب لحد كبير، وكمان ملامحه الأوقات تلاقيها بتضحك، وتحركات وشه الأوقات بتديك احساس انه بيضحك دايما. أسد البحر عنده شهية للأكل غريبة جدا، بياكلوا الكريل ومختلف انواع الاسماك وكمان البطاريق، يعني من الاخر مفيش حاجة قدامها ما بتاكلهاش. من وقت قصير عالم نزل البحر لعمل بعض الدراسات، ولكن كان في اسد البحر واللي توقع انه مش هيعمله اي حاجة، ولكن اسد البحر شده لمتين قدم تحت المية وقتله بالغرق، ولحد دلوقتي محدش عارف اسد البحر عمل كده ليه. وعشان كده اسد البحر كائن مزاجي جدا. رقم 2، الباندا. مين ما بيحبش الباندا؟ اكيد مش هتلاقي الباندا بتفاصيلها تحس لما تشوفها بالبراءة، ودايما في الفيديوهات بتشوف حضانات للباندا، وده يخليك تحس انها دايما محتاجة مساعدة، لدرجة انها بقت رمز للطف والهدوء بسبب سلوكها العشوائي والعلامات السودة اللي تحت عينيهم اللي بتبقى عايز تخليك تاخدهم في حضنك، ولكن ده مش السبب يخليك تغلط وتتعامل مع الباندا بعدم حذر. فأي تدخل منك لمنطقتهم او تشكيل اي خطر عليهم بأي نوع، الباندا هتفهم ده بسرعة وهتحاول تهاجمك بكل قوة. الباندا مخلوقات قوية جدا وعنيفة، عندها عضلات كبيرة جدا وفك قوي وعملاق تقدر تكسر بيه العظم، وكمان تقدر تجري وراك أطول مما تتخيل، وبتوصل سرعتها ل 27 كيلو متر في الساعة، ده غير قدرتها على تسلق الأشجار والسباحة اللي ممكن تخليها تهاجمك في أي مكان. بالرغم من شكلها اللطيف العادي، ولكن هتفضل نوع من أنواع الدببة اللي المفروض تفضل بعيد عنهم. يوم 7 يناير سنة 2004 شخص راح زار حديقة الحيوانات مع ابنه، ولكن ابنه وقع لعبة في قفص الباندا بالغلط. الاب شاف ان مفيش حيوانات قريبة ناحية اللعبة جوه القفص، وحاول انه ينط عشان يجيب اللعبة جوه القفص، ولكن الباندا لاحظت ده من بعيد واعتبرته تعدي على مكانها، وابتدت تهاجم الراجل دوت ومسكت رجله عضتها في محاولات من الاب انه يحاول يهرب ولكنه فشل. كانت قبضة الباندا قوية جدا، ولكن بعد محاولات من الامن قدر انه يهرب لكن اتكسرت رجله من العضة. رقم 3، البجعة البيضة. البجعة البيضة مرتبط شكلها دايما بالرومانسية والتناسق في الالوان والشياكة، واللي دايما تشوف صورة الجوز من البجعة بتحس انك عايز ترتبط من الحب والاحتواء اللي بيطلع من الصورة. ولكن البجع الابيض من الحيوانات المزاجية جدا اللي لو حست بخطر مش هتبعد، دي هتهاجمك بكل قوة. من فترة قريبة شخص بيمارس تزلج على المية بسرعة كبيرة ودخل في منطقة خاصة بالبجع الابيض، ولكن بالرغم من سرعة الشخص ده لان هو كان مربوط بالمركب، ولكن البجع قدر يوصل له وكمان وقعه من على لوح التزلج بتاعه وجرحه في رجله جرح كبير، وغيرهم كتير من الهجمات اللي زي كده. عشان كده خلي بالك دايما من تصرفاتك قريب منهم. رقم 4، اكل النمل. اكل النمل لما تشوف شكلهم ووشهم اول مرة تحس انهم ما بيأذوش حد، وهدوء شكل عينيهم يحسسك بهدوءهم، غير انهم ما عندهمش اسنان واللي بتتغذى على الحشرات والنمل دايما، فازاي حيوان زي ده ممكن يزيك؟ انزل بعينيك تحت شوية وبص على مخالب الحيوان دوت. المخالب الكبيرة والحادة دي اكل النمل بيستعملهم عشان يستكشف اكله ويدور عليه، ولكن ليهم دور تاني مهم، وهي انها بتهاجم بيه بعضها وبتجرح بعض بشدة في الخناقات بينهم وبين بعض، ده غير عدم امكانيتهم للرؤية بشكل جيد، وده بيخليهم يتوتروا بسرعة لو قابلوا حاجة مش فاهمينها او حاسين انها ممكن تشكل تهديد عليهم باي شكل. بضربة واحدة بس من المخالب دي ممكن تقطع جلد اي انسان. عام 2014 شخص اتقتل من قاتل النمل بسبب ان قاتل النمل بيحاول يدافع عن مكانه، مجرد ضربتين من المخالب القوية دي مات، فخلي بالك جدا وانت داخل منطقته. رقم 5، شيطان تسمانيا. طبعا كلنا شفنا كرتون تسمانيا، ومن الكرتون وشكله يديك انطباع كوميدي وتحس انه بيحب يلعب، وعمرك توقع كائن بالحجم الصغير ده انه ممكن يضرك، ولكنه اكيد مسموش شيطان من فراغ. الحيوان الصغير ده بياكل كل الفرائس الصغيرة زي التعابين، السمك، الطيور، وكمان الحشرات. ديلهم بيخزن الدهون في وقت الجوع، اسنانهم قوية جدا لدرجة انهم ممكن ياكلوا بيه العظم. شيطان تسمانيا بيصطاد بس في الليل
عندهم حاسة شم قوية جدا، وكمان صعب تشوفهم بالليل بسبب لونهم، وده اللي بيخليه صعب جدا ان اي حيوان او بني ادم يصطاده او يشوفه. رقم 6، الفيل. بالرغم من كبر حجم الفيل وقوته، ولكننا بنشوفهم من ألطف الحيوانات اللي تقابلها في حياتك، ولكن احنا بنعاملهم بطريقة سيئة جدا، وعشان كده مؤخرا بنشوف حالات موت بسبب الفيل كنوع من الانتقام للمعاملة السيئة. الفيل يمتلك ذاكرة قوية جدا وذكاء حاد. الفيل مسؤول عن 500 حالة وفاة للإنسان سنويا، عشان كده حاول تبقى لطيف مع حيوان بالحجم دوت. رقم 7، سمكة الينفخية أو النفيخة. سمكة الينفخية تتنوع أشكالها وألوانها، ويعتبر من أشد أنواع السمك في الأكل بالسم، وخصوصا بعد موتها. في اليابان في أكلة شهيرة جدا اسمها الفوجو، واللي بيحبوها جدا، واللي ممكن تكون آخر أكلة تاكلها في حياتك. النوع ده من الأكل في اليابان بيحتاج شيف كويس جدا ودقيق عشان يعرف يعزل السم من السمكة وتقدر تاكلها، عشان لو محدش خد باله هجيلك حالة تسمم صعبة جدا بيصاحبها ارتفاع في درجة الحرارة وتشنجات وفقدان وعي، عشان لو بتفكر تاكلها في يوم من الأيام تختار شيف كويس. رقم 8، الضفدع السام. النوعية دي من الضفادع بتمتاز بألوانها الزاهية وصغر حجمها، اللي لما تشوفها يبقى عندك إحساس إنك ممكن تمسكه في إيديك وتطبطب عليه كمان. لكن اللي ما نعرفوش إن ضفدع سام جدا، وبتختلف شدة السم اللي فيه باختلاف ألوانها. في اللي لونهم أصفر والأخضر والأحمر والأسود، ولكن أخطرهم هو الذهبي. كمية السم اللي في جلده لو لمسته ممكن تقتل 10 أشخاص بالغين. رقم 9، الدلافين. طبعا انت مصدوم من معلومة عنف الدلافين، ولكن انا بقولك الحقيقة. بالرغم من صداقة الدلافين مع الانسان اللي ليها تاريخ كبير وحبه للعب دايما مع اي انسان في حمام السباحة او البحر وشكله اللطيف، ولكن الدلافين من الكائنات اللي ممكن تقتل من غير اي سبب. الدلافين من الكائنات الذكية جدا، اللي ممكن ذكائها ده يقلب عليك من غير ما تفهم. كل الحيوانات اللي فاتت اللي اتكلمنا عنها بتهاجمك لسبب ما، ممكن بسبب ان انت اتدخلت في منطقته او هاجمته او شكلت عليه اي نوع من انواع الخطر، ولكن الدلافين ملهاش اي سبب عشان تقتلك. رقم 10، اللورسيات البطيئة. شكلهم اللطيف وعينيهم الواسعة وحجمهم الصغير جدا يخليك تستبعد اي نوع من انواع العنف في الحيوان ده. الحيوان ده بكل بساطة ممكن يسمك عن طريق الكوع، عشان يقدر يعضك عضة مسمومة لازم يستمد السم ببقه من كوعه ويحاول يعضك، ولو لا قدر الله تعضيت هتمر بتجربة وحشة جدا، هيصاحبها صدمة وارتفاع في درجات الحرارة وتشنجات وكمان شلل في بعض الأماكن. معلوماتنا عن الحيوانات اللطيفة ما خلصتش لغاية هنا، ولكن لو تعرف أي حيوانات لطيفة تقدر تضر الضرر ده ياريت تفيدنا وتبعت لنا في الكومنتات. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والشير وتشترك على القناة عشان يجيلك كل جديد. سلام.